هسه ثاني موضوع ان شاء الله روتيشن ان ذا كوردينيت بلين، الدوران في المستوى الاحداثي. احنا قرينا انعكاس ريفلكشن، هسه روتيشن دوران، روتيشن دوران. الملاحظه الاولى، اذا عندي دوران بزاويه قياسها 90 درجه حول نقطه الاصل باتجاه اقارب الساعه، دوران بزاويه قياسها 90 درجه حول نقطه الاصل باتجاه اقارب الساعه، روتيشن باي 90 ديجري كلوكوايز، كلوكوايز يعني باتجاه اقارب الساعه، اباوت ذا اوريجين، اوريجين يعني نقطه الاصل، صفر بصفر، نقطه الاصل صفر بالاكس وصفر بالواي. اذا كان عندي الدوران ب 90 درجه باتجاه اقارب الساعه للنقطه اكس واي، شو يصير؟ الواي تجي بمكان اكس والاكس ارجعها بمكان واي، تتغير اشارتها، تجي الواي مكان اكس بالبدايه وارجع الاكس مكان واي تتغير اشارتها. روتيشن 90 درجه للنقطه 1 بالاكس و2 بالواي، شو يصير؟ الاثنين تجي لي قدام مكان اكس وارجع الواحد مكان اكس وتتغير اشارته، يصير سالب 1. اذا النقطه الجديده 2 بالاكس وسالب 1 بالواي. اذا كان عندي دوران بزاويه قياسه 90 درجه حول نقطه الاصل عكس عقارب الساعه، روتيشن باي 90 ديجري، انتي يعني عكس، كلوك وايز عكس عقارب الساعه، اباوت ذا اوريجين حول نقطه الاصل، روتيشن 90 درجه اكس واي، الواي تجي لي قدام مكان الاكس تتغير اشارتها ورجع الاكس لي ورا مكان الواي. اذا مثال روتيشن 90 درجه للنقطه 1 بالاكس و2 بالواي، الاثنين تجي لي قدام تتغير اشارتها تصير سالب 2 ورجع الواحد مكان واي، نفسها تبقى واحد موجب، اذا سالب 2 بالاكس و1 بالواي. دوران بزاوية قياسها 180 درجة حول نقطة الأصل باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، يعني إذا كان عندي rotation by 180 degree clockwise or anti-clockwise about the origin، نفس الشيء، القانون نفس القاعدة تطبق على إذا كان باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، rotation 180 درجة للنقطة XY تبقى بمكاناتهم لكن اثنيناتهم تتغير إشارتهم، يصير سالب X وبسالب Y. روتيشن 180 للنقطة 1 ب 2 سالب 1 يصير وسالب 2، سالب 1 بسالب 2. هسه إذا كان عندي دوران بزاوية قياسها 270 حول نقطة الأصل باتجاه أقارب الساعة، روتيشن باي 270 ديجري كلوك وايز أباوت ذا أوريجين، 200 آر 270 النقطة إكس واي، الواي تجي لي قدام تتغير إشارتها تصير سالب واي ويرجع الإكس ورا بمكان الواي. إذن روتيشن 270 النقطة 1 ب 2، الاثنين تجي لي قدام تتغير إشارتها تصير سالب 2 والواحد يصير مكان واي، ينزل نفسه موجب 1. دوران بزاوية قياسها 270 حول نقطة الأصل عكس عقارب الساعة، 270 روتيشن أنتي كلوك وايز أباوت ذا أوريجين، روتيشن 270 للنقطة إكس واي، الواي تجي لي قدام والإكس يرجع لمكان الواي تتغير إشارتها تصير سالب إكس. روتيشن 270 النقطة 1 ب 2 يصير 2 سالب 1، أي أن الدوران بزاوية 90 درجة عكس الدوران بزاوية 270، يعني الدوران 90 مع اتجاه عقارب الساعة هو نفس الدوران 270 عكس عقارب الساعة. هسه نحل تمارين بيج 52، أول تمرين عندي ثلاث نقاط A B C يريد انعكاسها reflection about X axis، النقطة أي أصلية 2 إكس 2 بالواي، تصير أي فتحة جديدة النقطة جديدة تبقى الإكس 2 لكن ثاني وحدة تتغير إشارتها تصير سالب 2، إذا أي فتحة 2 بسالب 2. النقطة بي إحداثياتها الأصلية 4 بالإكس 4 بالواي، النقطة الجديدة بي فتحة تبقى أول وحدة 4 بالإكس لكن ثاني وحدة تصير سالب 4. النقطة سي 4 بالإكس 2 بالواي، سي فتحة تبقى الأربعة بالإكس لكن سالب موجب 2 تصير سالب 2، إذا النقطة سي فتحة 4 بالإكس وسالب 2 بالواي. نرسم النقاط الأصلية 2 ب 2 نقطة أي، هاي 2 ب 2 و 4 ب 4 هاي 4 ب 4 النقطة بي و 4 ب 2 النقطة سي، إذا صار عندي مثلث وهذا انعكاسه حول المحور السيني about X axis. هنا أنا عندي الموضوع الجديد هو أني هنا عندي تمارين، آسفة واجب بالبيت، هنا أنا هذا موضوع حسان يعطيكم التمارين بي
صفحة ستة أربعة، هذا ستة ثلاثة أسفة. أنا أعطيتكم هذا التمرين، وهسه حاعطيكم واجب البيت، النقطة أربعة والنقطة خمسة ستة وسبعة وثمانية، هذا الواجب لكم بالبيت. هسه عندي موضوع جديد أنا، ها أسفة هياته، هذا التكملة مالته، بس أنا حصورها إن شاء الله لكم، هاي التمارين حصورها لكم وأدزها يعني صورها. حطي واجب بالبيت صفحة 52، تمرين 2 والأربعة والستة والثمانية، هاي واجب لكم بالبيت، 2 والأربعة والستة والثمانية. هسا نكمل الموضوع الجديد. ستة خمسة صفحة 54، الموضوع الجديد A translation in the coordinate plane، عند الانسحاب في المستوى الأحداثي. Translation in the coordinate plane، translation يعني انسحاب، reflection انعكاس درسنا، والروتيشن درسنا دوران. ثالث موضوع A translation الانسحاب in the coordinate plane، عند الملاحظات عليه. نفرض الانسحاب هو أي، يعني نفرض الرمز مات أي من الوحدات. فأول ملاحظة، إذا كان الانسحاب إلى اليمين يعني يمين right، معناته النقطة P إحداثياتها X بY، شو تصير؟ P فتحة X نجمعها ويا الأي، شو قد ما ينطينا الانسحاب X نجمعها ويا الانسحاب النقطة، والY تبقى إحداثياتها. إذن P فتحة تساوي X زائد A والY تبقى. إذا كان الانسحاب إلى اليسار إلى left، يسار left، إذا النقطة الأصلية P اللي إحداثياتها X بY، P فتحة نقطة جديدة، الـ X ننقصها من أي انسحاب، X ناقصاً A فارزة تبقى الـ Y إحداثياتها. ثالث نقطة، إذا كان الانسحاب إلى الأعلى Up، الأعلى يعني Up، إذا النقطة إحداثياتها P X بY، شو تصير؟ P فتحة الـ X تبقى ما تتغير، الـ Y نجمعها ويا الانسحاب ويا الـ A لأنه الأعلى موجب. إذا كان الانسحاب الأسفل Down، النقطة P إحداثيات X بY، P فتحة حصير X تبقى ما تتغير إحداثياتها، وY نطرحها من الانسحاب، Y ناقصاً A. إذن رايت معناته يمين، واليسار ليفت، والأعلى أب، والأعلى